راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. صباح الورد سيدي. صباح النور، مرحبا بك بالمستمعين نتاعك. أهلا وسهلا بك. إذن نحن على موعد مع في مدينة العلوم بتونس مع ليلة النجوم. هو كما جرت العادة، مدينة العلوم تقدم الأنشطة متاعها العلمية خاصة للجمهور الواسع اللي موجود في بلادنا. نعم. واليوم دخلنا براتيكمون في الدورة رقم 18 لليلة النجوم. معناها تبارك الله تقدمنا أشواط في هذا. باش يكون إن شاء الله الليلة باش تكون متواصلة ابتداء من 7 متاع العشية حتى منتصف الليل. من خلال العديد من الأنشطة اللي متنوعة في شكل محاضرات وفي شكل أنشطة تفاعلية للزوار. نعم. فعاليات السهرة هذه العلمية ربما الفلكية بامتياز، وين باش دور فعالياتها؟ هذه باش تدور في مدينة العلوم في الفضاءات المخصصة لها. نعم. تقريبا باش تكون على امتداد المدينة ككل. من خلال الساحة الشرفية اللي باش تكون تحتضن خاصة الستة محاضرات اللي باش يكونوا موجودين معناها في السهرة هذه. أهم السهرة خاصة المحاضرة متاع سي كفاءة تونسية اللي موجودة في الوكالة الفضائية الأوروبية المهندس صبري المكاوي اللي هو داير المسؤول المباشر على خاصة على البروجي متاع الروبو اللي بشيقة بعثه نحو القمر في الأيامات القادمة. دونك كفاءة تونسية بش يكون عنوان المحاضرة متاعه خاصة على المحتوى متاع الرحلة هذه اللي هو مسبار لاستكشاف الموارد القمرية. خاصة توا ولا الحديث ياسر على الماء اللي هو سورس الحياة براتيكمون للإنسان، اسكو موجود في القمر أو لا. دونك محاضرة أخرى سادة باش تكون في نفس الفضاء اللي هي الساحة الشرفية متاعنا، باش تكون على كوكب المريخ ومهمات المستقبل، وهذه باش تكون إن شاء الله تقديمها من طرف العبدولله فتحي مزاح. وأيضا سماء فصل الصيف، النجوم الهاوية ليز إتوال في نوت، جمال الكون من خلال تلسكوبات هابل خاصة هذه من طرف الزملاء سي رياض بن سيب وسي أنيس اليحيوي وسي نوفل بن معاوية. وفي نفس الإطار سدى مشاركة من طرف الجمعية التونسية للطيران، باش يكون سي علي دريدي اللي هو الطائرة، باش يكون محاضرة متاعه حول الطيران من النجوم إلى الأقمار الصناعية. فضاءات أخرى سادة باش تكون موجودة تحتوي على برامج أخرى تفاعلية. فما ربما العموم الناس اللي تجي تكون مشتاقة أكثر أنها تشوف النجوم وترصد النجوم. فما رصد باش يكون فما رصد. نعم. هو ليلة النجوم ما تجمش تكون حلوة من غير ما يقع مباشرة الرصد للأجسام اللي يشاهدوها في السماء بتاعها. وهذا باش يكون أترافير لتلسكوب بالطبيعة في فضاء اللي نحن نسميه ساحة النعورة، باش يكون أكثر من 6 تلسكوبات موجودين، 6 تلسكوبات بروفيسيونيل معناها اللي انت ممكن برشا ناس ما توفر لهمش الفرصة باش يشاهدوا بعض الأجسام معناها بك الدقة هذيك. وباش يكون رصد للتلسكوبات هذية خاصة في بعض الأسام اللي نجموا شوفوها ليلتها اللي هي خاصة القمر، ونشاهدوا القمر معناه بجزئيات متاعه. وأيضا أجمل كواكب المجموعة الشمسية اللي هو كوكب زحل اللي معروف بالحلقة متاعه، وأكبر كوكب موجود في المجموعة الشمسية اللي هو كوكب المشتري. هذا بش يتسنى للحضور والزوار معناه بش يشاهدوا المسألة هذه. أيضا بالنسبة اللي ما يتمكنهم مش ممكن بش يجيوا إلى مدينة العلوم لظرف خاص أو ما، دونك بش يكون فما ما يعبر عليه باللايف ستريمينج للرصد اللي باش يكون موجود على صفحة الويب لمدينة العلوم. نعم. دونك هذه الكل بالطبيعة من خلال الرصد
فما العديد من المعلومات بشي يقدموها المؤثرين العلميين الموجودين من المباشرين على التلسكوبات للزوار، والإجابة تدعى الأسئلة اللي ممكن تتناول مواضيع أخرى في ميدان علم الفلك. دونك باش تكون سهرة شفتوا مميزة لموضوع ميدان علم الفلك. أيضا خممنا في الصغيرات، ممكن بتاتر بيان لصغيرات طريقة استقطابها تكون عن طريق الروايات والحكايات واللعب والمسابقات. نعم فوالا، دونك باش تكون سادة فما سي نجيب الخروبي اللي هو مدير نادي أطفال باش يشارك معنا في شكل رواية حول موضوع من مواضيع ميادين علم الفلك بطريقة اللي الرواية هذية باش تتعطى في شكل مبسط للصغيرات، وعلى أثر الرواية هذية ممكن ثم بعض المصطلحات العلمية اللي تم جزئيات الرواية باش يقع تفسيرها من طرف زميلة سارة سنوسي اللي هي موجودة في مؤثرة علمية معنا موجودة في مدينة العلوم. نعم، إذن سهرة علمية تثقيفية ترفيهية بامتياز إن شاء الله. ودير أنا نحب نشكر سادة المتفاعلين معنا خاصة من الجمعيات اللي برشا باش يشاركوا معنا في شكل ورشات في شكل معارض تفاعلية سادة موجودة في مدينة العلوم. من بين الجمعيات هذه فما جمعية شبان والعلم، فما جمعية ستارت اب اكا روبوتيكس اللي باش تعطينا أهمية الموضوع نتاع الروبوتيكس اللي ممكن برشا ناس يقول لك كلمة روبوتيكس ما يجم يتناول الموضوع هذايا اللي لما يكون خبير في المسألة هذه، بالعكس باش يبسطوا المعلومات هذه. كيف فما جمعية شبان علم الفلك، جمعية تونسية للطيران سادة كيف باش تكون عندها انستون دو بريزونطاسيون، وأيضا جمعية اللي تونسية للنهوض بالبحث العلمي والتجديد اللي تتبع إلى وزارة التعليم العالي اللي هي تبركلنا معناها عندها مجالات واسعة في الموضوع هذا، وأيضا الجمعية التونسية لعلم الفلك اللي تقريبا أصبحت فما شراكة معهم في بعض الأنشطة اللي موجودة في مدينة العلوم. دونك بقدرة ربي الحاجة نهنيها للزوار اللي الأنشطة باش تكون متنوعة، الباتاندر معناها باش تكون واصلة تقريبا لجميع عموم الزوار بكافة الشرائح نتاعهم. نعم، وان شاء الله نتوفقوا في هذا ان شاء الله. موعدنا سي فتحي جميع الاحتياطات اللازمة ان شاء الله بخصوص الامور الصحية بالطبيعة. موعد ليلة النجوم يوم 22 أوت. نعم. إن شاء الله يوم السبت 22 إن شاء الله ابتداء من الساعة 7 مساء حتى منتصف الليل. إذن يوم 22 أوت من 7 مساء إن شاء الله في سهرة تثقيفية علمية ترفيهية مفتوحة أمام الزوار في مدينة العلوم. إن شاء الله سهرة موفقة وآمنة، وبالتوفيق لكم سي فتحي، وإن شاء الله نهارك أسعد لي. راديو كاب FM، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.